هاد الصباح منين فقت شهيت شي حاجه زوينه وحلوه وكيوت، فدرت ليا قهوه في هاد الماك الاوفر كيوت، خديته في الوقيته ديال التخفيضات من ميزون دو موند، وشفرت الادم واحد الدونات. في الحقيقه غير هو اللي كياكلهم، انا ما تناكلهمش، ولكن هاد الصباح كما قلت لكم صبحت مشهيه شي حاجه حلوه، فخديت ليا دونات مع كويس ديال القهوه. واهم حاجه كان خاصني نستمتع بيهم السكات والكالم. هاد البلاصه فين ساكنين كاين اري ديال البوس بانيين ليه هاد اللعيبه هادي ابغي شي الا كانت الشتا ولا الثلج ولا شي حاجه. والداخل حاجه اللي مزيانه انهم دايرين اون بوتيت بواط ا ليف، دايرين فيها كتبه باش الا كنتي كتسنى وتعطل عليك البوس بعدا ما تقنقش، وما تقرا تستغل الوقت كتقرا. صافي تري تري بيان، تقدر تاخذهم وتردهم، يعني عندك شي كتبه بغيتي تحطهم انت تحطهم، الا بغيتي تاخذ شي حاجه تقراها تقدر تاخذها وتقراها وتحطها. تري بيان، الناس اللي كتهمو الثقافه خصك اويلي على تخوفوغ انتي شمن تخوفوغ هاي ليلي دسرت 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 خلي لي لي بروميي با هاي غادي تضربها باحسن تنقيزه في لا لاباس دارت عقلها. هادي ما كتبغيش لي تمشى معاها، وهادي حتى هي كنا شادين فيها حيدتنا اليدين ولا فاست تنسات. ندوز دابا باش نوجد الغداء. درت شويه ديال الخضره تفور في الكسكاس، عندي بطاطا وخيزو، ودرت لهم اعشاب منسمه، عندي ازير وورقه سيدنا موسى وواحد العريش ديال المعدنوس، ودايره مليحه وبزار باش يتنسموا من البديه، وغادي نغطي عليهم باش يفوروا نص فوره اولا يطيبوا لي نص طيبه، حيت غادي ندخلهم للفران مع انفيلي ديال السومون، وكنعرفوا بلي السمك ديال السلمون ما كيشدش طياب بزاف، بالعكس الا فوتي له طياب كينشف كيقصاح ما تيبقاش الطعم ديالو زوين نهائيا، خاصو ما يطيبش بزاف باش يبقى جوسي ويجي المذاق ديالو احسن. فندير الخضره هي الاولى باش تسبق في الطياب، كومسا يجيوني قد قد منين ندخلهم للفران. هنايا عندي الفيلي ديال السلمون، اليوم قررنا اننا نديرو ليه غير داكشي اللي بازيك واللي كيتواتى مع المذاق ديال السلمون، درنا له مليحه وبزار وشويه ديال الاعشاب المنسمه زعتر وازير ورقه سيدنا موسى، واحد جوج ديال الفصوص ديال الثومه قطعناها شرائح وغرسناها في وسط الفيلي ديال السلمون باش يتنسم بدوك الطريفات ديال الثومه فقط لا غير. تقدري تزيدي التوابل اللي بغيتي، تزيدي الصوجه، تزيدي العسل، كيتماشاو بزاف مع المذاق ديال السلمون، ولكن حنا اليوم بغينا نحتفظوا به ناتور ما امكن. غير شي شويه ديال الاعشاب المنسمه ضروري كتجي زوينه مع الحوت منين كيدخل بلاطو الحوت للفران. صافي بطاطا وخيزوها وما طابو نص طيبه درناهم في المول، هذا المول دائما تنقول خاصني ناخذ مول كبر منه وكنسى ما علينا، ونزيدو عليهم ان بتي فيلي ديال زيت الزيتون ونغطيهم بالالمنيوم وندخلوهم للفران سخون. هذا ان بتي فيلي ديال زيت الزيتون، ها هي دي الصينيه ديالي صحيه ما امكن، حاولنا هاد النهار نخليوها ماكسيموم هيلثي، كنحاولوا ماشي ريجيم ما حتى شي حاجه، غير كنحاولوا ناكلو هيلثيير. فمره مره هكا صينيات ديال الخضيره متبلين باقل حاجه ممكنه وفي الفران كتجي مزيان. درنا اون تيت سالاد فريش بحال هكا، فيها الخس، فليفلات بالانواع الخضراء والحمراء، دي طومات، موتزا، افوكا، وسوريمي على ود الدراري باش كيبغيو ياكلوا السلطه، خصنا ضروري نديرو لهم فيها يا اما طون يا اما سوريمي، يا ماشي حاجه اللي شي حاجه اللي كتعجبهم واللي تحفزهم انهم ياكلوا السلطه، حيت فيها الخضره ما طيباش وبالخصوص الفلفله، يعني خص شي حاجه اللي توقعهم في الفخ، وفي هذه الحاله سي سوريمي. وحتى هي ما غادي نديرو لها حتى شي حاجه، غادي نديرو لها مليحه وشويه ديال البزار وانفيلي ديال
زيت الزيتون ويمكن شي شويه ديال الحامض وميم با يمكن غادي نكتفيو غير بداك الفيله ديال زيت الزيتون وصافي. والصينيه ها هي خرجت من الفران سخونه فوالا كتشهي واحد الريحه طالعه منها ديال السلمون بدوك الاعشاب المنسمه غزاله 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 اي سي بون اون باس ا تابل. هلا البنات صافا كدايرين كلشي بخير كلشي صافا وهانيين صحيحتكم لاباس. اليوم نهار اخر من البدايه ديال الفيديو لدابا لهذا المقطع اللي كنصور لكم دابا داز اسبوع كامل ولكن تغيير كامل ديال الديكور. بدينا الفيديو في شميشه وجو زوين وكلشي ومن الحد اللي داز الحد ديال دابا تقلب الجو كومبليتمون من شميشه للثلج عرفتي الثلج فريمون والموت ديال البرد مي كل جو ولو شارم ديالو. المهم كما قلت لكم داز اسبوع ما صورت فيه حتى شي حاجه لحقاش داز الاسبوع شويه قاصح عندي المورال ما كانش حتى تما فقلت بلاش ما نصور وانا ما عنديش الحماس ديالي كامل ودابا الحمد لله سي بون جو بخون بعدا غادي تسمحوا لي على السخانه نديرو بحال ما شتوا لو راكم عارفين المخلفات ديال الماسك فخارجين وقلت نديكم معايا في هذا اليوم المثلج. باغيطا وكل على من يلصق لي ماكارون بور نانو غاتو شوكولا بور بابا وادم قال لك والو من هذه خلاق يا ودي ادم سي نشوف اش دايرينها بحال الفار قال لك والو من هاي خلاق جينواز بالبيبيتو شوكولا ومغلفينها بالبات داموند قال لك هو من هاد لا سوري من شي خلاق وانا من هادشي كامل صحتني الباغيطا والله ما عندي شي حاجه فهادشي داكم ظلموني نانو سي بور توا Toi aussi tu veux T'aimes bien Il est très bon et il est à la fraise. Il est très bon, il est à la fraise Oui. Bon appétit Bon appétit C'est pas à ta taille. Attends, je vais essayer le blanc. Ça te fait l'eau, oui. Oh, oh. Je préfère les deux premiers, Sarah. Marbe, t'as d'art, t'as fait.
un coraux, c'est super. Zouine, hada. Viens. Les chemises aussi, c'est très intéressant. Nasliquel pso classique le khadman. Et c'est lui, regardez. Les chemises, les canaux, 50 euros, pour 15. Cette année, je trouve les soldes mzianin, Abd Rahim. C'est très intéressant. C'est la qualité de le tube. Hada tube dielo ki hamq hada hadi hada la chemise rah. Tube dielha fenn. Merci. Merci, bonne journée. C'était vraiment chouette de vous voir. Vous êtes vraiment ouais. Les soldes sont plus intéressants que la. Ouais, je. Même oui, je suis d'accord. Mais ça aura. Yal. Ana jit عند التركي اللي مول فكان ناخذ من عنده. كنت محتاجه زعتر لبناني باش ندير دوك المناقيش ديال الجبنه. انا خديته ناخذ quelques épices وندوز ناخذ الحيمه. كان خاصني اخر كان خاصني الهيل المطحون واحد ولا مع التركي اللي ناخذو كاع كامل حسن ناخذو كامل حسن ما بقاتليش البصاره حتى هي هكا ادب وكيعجبني من عندهم واحد الروز مخلط بالشعريه واجد ولكن من اليوم ما لقيتوش انا نقلب عليه ونوريه لكم الا لقيتو هو ان فيت الروز وفيه هاد الشعريه ديجا بحال هكا حيت انا كيعجبني ندير داك الروز بالشعريه راه وريتو لكم في انستغرام شحال من مره ما لقيتوش اليوم ما كاينش ما عندكم زهر انا اللي ما عنديش الصراحه انا اللي غادي نديه غادي ناخذ حتى القشطه هذه ديال بوك لحقاش عندي واحد الديسير غادي نحتاجها فيه فوالا مرتوش عندو الفورماج ديال بوك لبنات بوك ما عندوش اليوم موالفه كتكون عندو البنات ديما كتسولوني تاني منين كناخذ هذاك الورقه ديال الفيلو باش كندير البوراك و باش كندير الكنافه ها هي هذه باش كندير الكنافه وهادي اللي كناخذ منين كنبغي ندير البوراك ولا هادي على حساب شنو كنلقى هادي اللي مربعه مزيانه الا بغيت ندير داك البوراك في الصينيه ولكن انا اليوم شهيت هادو ديال الجبنه فغادي ناخذ هادي اللي على شكل مثلثات كتجي سهله للطويان هي اصلا كتجي على شكل مثلث سي بلو سامبل في الطويه وغادي ناخذ الفرماج باش نعمرها Merci beaucoup. Bonne journée. و ضروري شي ربيطات ديال النعناع باش نديرو داك الكويس شوف الربيطه ديال النعناع قداش ناري فين كاين المغرب وفين كاين النعناع المغرب الربطه قداش دابا هاد الشويه بانو ناخذ ليا جويجات عزيز عليا النعناع كثير في اتاي شونجمون ديكور في نفس النهار عاوتاني اون ديغي با قبيله عرفتي الثلج من السما الارض ودابا عاوتاني هانتم شميشه خارجه ايتو والله الا ربعه د الفصول في هذا النهار ولان كما قلت لكم هذا الاسبوع داز عندي شاق وصعيب بزاف 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 على جميع الاصعده لا جسديا ولا على النفسيه حسيت بنفسيتي حتى هي عيات بزاف وجسدي حتى هو عيا بزاف فيزيكمون مع لي فور ديال الدار والدراري
وهاد السنة ديال 2020 اللي دازت صعيبة بزاف بزاف بزاف، الإنسان مرة كيوصلوا عليه واحد لحظات كيحس براسو صافي ساتورا مشبع، ما بقاش قد يزيد أو لما عندوش الطاقة باش يزيد. فقررت أنني غادي ندير شي حاجة كيما في بليزير، دونك قلت غادي ناخد حمام سخون نرخي فيه أعصابي ونجلس مع راسي نعود نفكر مزيان، نستف الأوراق ونحاول نجري على ديك الطاقة السلبية اللي دازت عندي هاد الأسبوع كامل، ونعود نقلب على طاقة جديدة باش نبدأ بها الأسبوع الجاي بنفس جديد وطاقة جديدة، ونكون كلي حيوية ومستعدة بواحد ليسبري اللي يكون صافي وذهن صافي ونفسية تكون مرتاحة. وخايبة لكم زعما حمام عادي ماشي شي حاجة كبيرة، ولكن مرة حتى هاد الحوايج الصغار كيلعبوا على النفسية وكيخليوك ترتاح وتبدأ من الصفر بعد ما كنتي فريمون وصلتي لواحد النقطة اللي حسيتي براسك صافي عييتي. فهاد الشي اللي درت هاد العشية وارتاحت بزاف وسما في ترو دو بيان. نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو ودوزتوا معايا وقت ممتع. نخليكم فرحة الله ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسات كبار ونقول لكم كما العادة peace.